في عدن الخط البحري أو ما يسمى خط الجسر، وهو أهم خط يربط مديريات عدن ببعضها البعض. مشروع توسعة الخط متوقف منذ سنوات طويلة، الآن يجري العمل على ترميم جزء من الخط القديم المليء بالحفر والمطبات، والجزء الآخر من الخط القديم يقال أنه سيتم تسليمه إلى مركز الملك سلمان. وبين الحين والآخر يشهد هذا الخط حوادث عديدة يروح ضحيتها العشرات من المارين في هذا الخط. أسباب عديدة طرحت حول سبب هذه الحوادث، هناك من يقول أنه بسبب الحفر، وهناك من يقول بسبب المادة المستخدمة التي تؤدي إلى انزلاق المركبات، وهناك من يقول أن السبب هو الخط الترابي الآخر. هذا فيديو لأحد الحوادث التي تتكرر ما بين الحين والآخر في خط الجسر. يلا نري راجعون حادث مع العائلة حامين داخل السيارة عدوم. الله نيره عائله داخل عائله مليان الله نيره الله نيره مسافرين رحب الله. مع هذه الحوادث الكثيرة التي تتكرر في الخط البحري، تفاعل كثير من أبناء عدن وتحدثوا حول هذه الحوادث. معاذ ثابت كتب على صفحته في الفيسبوك حول هذه الحادثة وقال: حادثة اليوم ليست الأولى ونأمل بأن تكون الأخيرة. هذا الخط أشبه بطريق الموت من ناحية خطورته. أقول لكم كيف وليش الطريق المؤدي أو المؤدي لنهاية الجسر التقاطع خط أشبه بالمتزحلق، والسبب نوعية المادة التي تم العمل عليها في ذاك المشروع، كذلك نتيجة الرطوبة وغيرها من العوامل. تلقيت أخبار كثيرة أغلبها من أصدقاء يحكوا لي عن حوادث قد حصلت معهم بذلك المكان، وكلما أسألهم عن السبب يقولون إن الطريق يطحس، لا يمسك البريك، وإن لفيت بشكل عادي تتزحلق السيارة. ما حصل اليوم ويقصد هذا الحادث لما قلوبنا كلنا. لذلك نتوجه برسالة إلى وزارة الأشغال والطرقات بالنظر بعين الاعتبار إلى نوعية الأسفلت المؤدي لنهاية الجسر ولكثرة الحوادث التي حصلت به. نأمل من المختصين بإعادة صيانة الخط للحد من الحوادث ولسلامة الأنفس. ختاما أرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر من الطرقات السيئة كمثل خط الجسر، ونسأل الله أن يرحم من توفي ويشفي من أصيب. الزميل وضاح الشليلي هو الآخر أيضا تفاعل وكتب عن هذه الحوادث المتكررة في خط الجسر الخط البحري وقال: تحت هاشتاج كلمتين اثنين، أمس الكل سمع وقرأ عن الحادث الأليم بخط الجسر أمام فندق كورال، راح ضحيته مواطن وإصابة خطيرة لأسرة مكونة من أم وأطفال، واليوم بنفس المكان حادث آخر لفتاة فقدت السيطرة على سيارتها والحمد لله سلامات. معقول صندوق صيانة الطرق يسمع ويقرأ على حدوث مثل هذه الحوادث التي تحصل بنفس المكان وما تحرك؟ هل ينتظر المزيد من الضحايا لا سمح الله علشان ينزل ويضع معالجات طارئة تمنع حدوث مثل هذه الحوادث وأسبابها؟ يا صندوق صيانة الطرق والجسور استحوا قليل وتحركوا، افعلوا حل، أرواح الناس مش لعبة. عولقي لندن أيضا كتب حول هذه الحادثة التي حصلت في خط الجسر الخط البحري وقال: اليوم حصل حادث على خط الجسر وتوفي صاحب السيارة، وهذا على حسب ما شفت في المنشورات. لكن يا جماعة ويا شباب بالذات الطايشين، مش أبوك أو أمك اشتروا لك سيارة تكون تسوق بتهور وعدم مبالاة، ولا عندك
ليسن ولا عندك قواعد السير وقواعد المرور. طبعا نقصد بالليسن رخصة السواقة. يا ناس مش من طلع فوق سكان صار سواق، والله مش كذا مش كذا مش كذا، كم بصيح وكم بفهم، والله هذه قريمة. ولكم تتخيلوا انه خطوط عدن مكسرة ومشققة ومطبات وحفر، وفوق هذا كله تحصل حوادث شنيعة، فكيف لو صارت الخطوط زي خطوط السعودية مسفلتة وخط ثاني لما توصل حضرموت ايش اللي بيحصل فينا؟ وإذا جيت في طريق فيه ماء أو مقاري أو خلب طين أو شي لزق، وبتخرج للخط وتسرع ولسه الكفرات حق السيارة ما تأكدت منهم أنهم نشفوا علشان ما تمشي بسرعة، ولما تدعس بريك ما تتزحلق عليك السيارة ويحصل لك حادث لا سمح الله. وهذا اللي صار للولد لأنه مشى على خط الجسر اللي صلحوه هذه الأيام وفي زيت على الطريق الترابي وردمية وحصل حادث، ترحموا عليه ونسأل الله أن يرحمه ويكرمه ويرزقه ويطهره من كل الذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا واجبنا جميعا أن ننبه ونوعي بعض الشباب اللي ما عندهم خبرة في السواقة، لأن اللي يحصل مرعب جدا. الكثير تفاعلوا مع هذه الحوادث ومع هذه المنشورات وعلقوا قائلين، وخلونا نبدأ نقرأ أول تعليق. أول تعليق لحامد محمد طاهر البريهي يقول: لماذا لا توضع لافتة تحذير من ظاهرة التزحلق في عدة أماكن من الطريق؟ أقل شيء نعالج المشكلة بأبسط الحلول. نشوف تعليق آخر، وهذا التعليق محمد عبد الوهاب الأسدي، ويقول: وبنفس اليوم صديقي وأخي عمر تاريخ 14 أغسطس كانت الساعة تقريبا 5 الفجر، انقلب بالباص حقه في جولة فندق عدن، طحس الباص عليه وفقد السيطرة ومسك بريك وانقلب والحمد لله رب العالمين، خرج بسلامة. الكل هنا يتحدث عن طحس في الأسفلت خاصة في مدخل مدينة مدخل فندق عدن ناحية المنصورة. تعليق آخر يقول: الموضوع والمشكلة من الخط الترابي يرشوه بسليط حارق من شان الغبار ويبقى صلب ويمسك بتواير لما تخرج السيارة للزفل تنزلق وما يمسك معك البريك. الأفضل لما تخرج ما تسرع تمشي 40 أقصى حد حتى يروح زيت أو الزيت مع المشي. تعليق آخر مشاهدين الكرام، وهذا التعليق والي نافع مبخوت. نافع مبخوت يقول: هذا المكان كدت أن أفقد فيه السيطرة على سيارتي وكانت السيارة مليان. شوف آخر تعليق وهو لي جمال السيد يقول: للأسف أعمال الصيانة في الخط البحري تسير بشكل بطيء جدا، يجب فتح الطريق الرئيسي، لهم أكثر من شهر في أعمال الصيانة، شيء متعب جدا.